المغتربين وليد المعلم ونظيره الإيراني علي أكبر صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأبر أرحب بأجمل ترحيب لمعالي أخي العزيز والغالي معالي السيد وليد المعلم وزير خارجية جمهورية الجمهورية العربية السورية الشقيقة. نعم هذا واضح، فإن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا والعلاقة بين الشعبين علاقات عريقة، ونحن لا ننسى دعم الحكومة والشعب السوري في الحرب المفروضة التي فرضت من قبل صدام ضد إيران أبدا. أن سوريا الشقيقة والصديقة تواجه الآن أزمة مفروضة عليها، ولكن لكي نتحدث من خلال الإنصاف، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما في مواقفها التي اتخذتها تجاه التطورات التي تحصل في سوريا أعلنت بكل صراحة بأن الشعب السوري وككل شعب يحق لهم التمتع بالحرية وحقوق المواطنة في كل بلد، وعلى الحكومة السورية وعلى أي حكومة أخرى هذه المسؤولية تقع على عاتقها بأن تقوم بالرد على طلبات شعوبها نحو تنفيذ حقوق المواطنة، لا فرق سواء في سوريا أو في مكان آخر. ولكن كما نلاحظ بأن البعض من خارج سوريا وهم غير سوريين يطلبون بأن يكون رئيس جمهورية هذا البلد أن يتنحي أو الحكومة هذه تتنحى، فهذا الأمر يعتبر تدخلا في الشؤون المحلية لسوريا، وهنا تبدأ التضاربات من جانب، فإن هذه الدول أعلنت كرارا إحدى مبادئ سياستهم هو عدم التدخل في الشؤون المحلية لسائر الدول، ولكن عندما يصلون إلى سوريا ينسون أو يتناسون بأنهم هم يتدخلون. ليس هنالك أي بلد أو مسؤول خارج من الشعب السوري لا يحق أن يقرر الحكومة السورية وكذلك للشعب السوري أن يقرر لهم، ونحن أعلن هذا الموضوع بكل وضوح كرارا. طيب حسنا، فإن الأزمة السورية تتسع عمقها يوما عن يوم، ويتعرض العدد أكبر من الأفراد الشعب إلى القتل ويستشهدون، ونحن نعلم بأن إحدى أسباب تطوير رقعة هذه الأزمة وهذا القتل هو الدعم الذي نراه بالنسبة للأفراد للرعايا غير السوريين الذين دخلوا إلى سوريا وتسلحوا، هذا الدعم الذي يتلقوه من الآخرين وارتكبوا هذه الجرائم التي يعجز وصفها من قبل الإنسان وهي تؤلم الإنسان. هؤلاء هم المرتزقة الذين تم توجيههم مع الأسف بواسطة بعض الدول الأخرى، يعني يتم دعمهم من قبل تلك الدول ويتم إفادهم إلى سوريا، وهذا ليس بالأمر الخفي.
هي نفس الأجهزة الأمنية للدول الغربية أقرت بهذا الأمر، وهذا ليس الموضوع الذي نقوله نحن، بل الأجهزة الأمنية للدول الأخرى تقر بذلك. ونحن نعتقد بأن الأزمة السورية ليس لها حلا عسكريا، هذا من الواضح. أولئك الذين كانوا يتصورون ويعتقدون من خلال فرض أجندتهم وأنفسهم على إرادة الشعب السوري أن يتوصلوا إلى مآربهم، فليعلموا بأن الأمر لن يكون ذلك كذلك. فسوريا ليس لها حلا عسكريا، والحل الوحيد الذي يمكن أن نجسده لسوريا هو الحوار بين المعارضة والحكومة السورية. السوريين يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وإذا كانت هنالك دول أخرى، يعني أن تقوم هذه الدول بوقف دعمهم من لهذا هؤلاء المرتزقة. لاحظوا بأن الأوضاع في سوريا ستسير نحو الاستقرار والهدوء شيء بكل سرعة. فإرادة الشعب السوري والحكومة السورية تقتضي أن تطرد الآخرين والمرتزقة من أراضيها في أقرب فرصة ممكنة، وأن يقوموا بتقرير مصيرهم بأنفسهم في أقرب الآجال. أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أول طلبها، وأعلنت هذا الأمر عدة مرات، وهو وقف العنف في سوريا. وعندما نتحدث مع أي شخص ومع مسؤولي سائر الدول والمعارضة السورية، وحيث نحن على اتصال مع جزء منه، وأكدنا على هذه النقطة على الدوام، بأن الدماء التي تراق في سوريا هي تكون على عاتق مسؤولية الجميع. وأولئك الذين يعني يصرون على حمل السلاح تجاه الشعب السوري هم مسؤولي إراقة هذه الدماء. على أي حال، كل دولة لديها حكومة، ويعني وواجب على الحكومة السورية أن توفر الأمن وتقوم باستبدال الأمن في بلادها. نحن لا يمكننا أن نطلب من الحكومة السورية أن تضع السلاح جانبا وأن يعمل المرتزقة كيفما يشاءون. لا تعمل أي دولة هكذا ولا مجموعة هكذا. ففي الحقيقة إذا كنا متعاطفين للشعب، علينا أن نضع يدا بيد وأن نبذل الجهد لوقف العنف في أقرب الآجال وفي أقرب فرصة ممكنة، وكذلك وقف المجازر هناك. وإلا أولئك الذين يعتمدون على هذه المجازر سوف يدفعون فاتورة هذا العمل يوما ما. أنتم لاحظوا ماذا جرى على صدام، ماذا جرى على الآخرين المجرمين. ومن هنا نطلب، إذا لم نكن الدعم من شعب السوري لحكومتهم، كونوا على ثقة بالضغوط التي كانت ضد سوريا، كانت أي حكومة تتعرض للسقوط. ولكن الشعب السوري ومن خلال دعمهم لحكومتهم، ويصبحون يوما عن يوم أكثر وعيا وحذرا بالنسبة لمكر الآخرين وأساليبهم الاحتيالية. الآن نلاحظ بأن الشعب بنفسه يعني يلتزم أمنه بنفسه، ونحن على أمل
أن نرى بأن مجموعة المؤسسات الدولية ودول المنطقة المهمة والدول الفاعلة الإقليمية والدولية أن تضع يدا بيد لوقف العنف في أقرب فرصة ممكنة وأن يكفوا عن الآراء المتضاربة التي نشاهدها الآن؟ كان لدينا حديثا جيدا لدى لقائي مع معالي الدكتور وليد المعلم. نحن طرحنا نحن نعرف وجهة نظرنا، ولكن من خلال تشاورنا المتواصل مع الجانب الآخر نقوم بالتنسيق اللازم. وأنا رفعت تقريرا لمعاليه فيما يتعلق بالاجتماعات التي حصلت معي مع الآخرين، لا سيما فيما يتعلق بمشروع السيد مرسي. أوضحت هذه الأمور لمعاليه، وكذلك اللقاءات التي حصلت لي مع مسؤولي بعض الدول الأوروبية وتحدثنا معهم، وكذلك الاجتماع الذي حصل بيني ومع معالي الخطيب في مونيخ. شرحت ذلك لمعاليه وقلت بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التنسيق مع الحكومة السورية والشعب السوري تبذل جل مساعيها على المسرح السياسي لكي توفر الأجواء اللازمة لاجتماع المعارضة والحكومة السورية، وبعد ذلك أن نفوض الأمور إلى السوريين أنفسهم. ولحسن الحظ فأن الحكومة السورية أعلنت استعدادها بهذا الصدد، والآن ليس هنالك أي ذريعة بيد الآخرين. معالي الدكتور وليد معلم أعلن في روسيا بأنه مستعد بالحوار حتى مع المعارضة المسلحة، أعلنه، لم يصنف المعارضة، وهذه هي خطوة رفيعة اتخذتها الحكومة السورية، وهذا اقتراح قدمته أيضا اقتراحا جيدا الحكومة السورية فيما يتعلق بأسلوب الخروج من هذه الأزمة، وأن هذا الأمر برأيي سيكون مهما في حينه. والآن يحاولون في إطار يعني مقترح بلادهم أن يدفعوا بالأمور إلى الأمام. الآن سأفوض الأمر إلى الدكتور وليد المعلم إذا كان له كلاما، وبعد ذلك إذا كان سؤالا آخر. السبب الأول لزيارتي إلى الجمهورية الإسلامية هو تقديم شكر الشعب السوري والقيادة في سوريا والسيد الرئيس بشار الأسد إلى شعب وحكومة وقيادة الجمهورية الإسلامية. وفي مقدمتها سماحة السيد مقام معظم المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الذي وقف كما وقفت الجمهورية الإسلامية إلى جانب سوريا في أزمتها الراهنة. لقد أجريت مع أخي الدكتور صالحي محادثات مثمرة، وكانت وجهات نظرنا متطابقة. نحن في سوريا نواجه أزمة يشارك فيها معظم الكون، لكننا صامدون. أولا بفضل صمود شعبنا وتصميم قيادتنا ووقوف الأصدقاء والأشقاء إلى جانبنا.
الآن لقد عرض السيد الرئيس بشار الأسد في 6 كانون الثاني الماضي برنامجا للحل السياسي الشامل، وأقرته الحكومة السورية، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، أجرت حتى الآن 22 لقاء مع الفعاليات والأحزاب السياسية في الداخل، ونتواصل مع المعارضة في الخارج، واتخذنا إجراءات قانونية تقدم الضمانات اللازمة لكل من يرغب بالحوار في الداخل والخارج. أستطيع أن ألخص لكم أن قطار الحوار وضع على السكة، هذا نتيجة إيماننا بأن حل الأزمة هو سياسي عبر الحوار الشامل، واستطلاع رأي الشعب السوري. لكن لمسنا كلما تقدم قطار الحوار نحو محطة جديدة يتصاعد العنف على الأرض. ولذلك وجدنا بالتنسيق والتشاور مع الأصدقاء أنه لنجاح الحوار السياسي لابد من وقف العنف، ووقف العنف يبدأ بتجفيف مصادره، لأننا نواجه مجموعات إرهابية مسلحة ترتبط بتنظيم القاعدة. إن الجهود المشتركة لوقف العنف تبدأ بالضغط على تركيا وقطر وآخرين الذين يدعمون الإرهاب ويمولون ويسلحون هذه المجموعات الإرهابية التي تسفك الدم السوري وتدمر البنية الاقتصادية والثقافية للسوريين. أنا لا أفهم، مثلا عندما تعلن الولايات المتحدة التي تفرض، هي والاتحاد الأوروبي وبعض العرب، حصارا اقتصاديا على الشعب السوري، كيف تخصص 60 مليون دولار لمساعدة مجموعات معارضة بحجة مساعدات غير قاتلة وهم يقتلون الشعب السوري؟
أنا لا أفهم بين بعض العرب. منذ فترة وجيزة اشتكى أمير قطر لأن مجلس الأمن لا يتخذ قرارا بضرب سوريا كما فعلوا في ليبيا. فعلا إذا لم تخجل فافعل ما شئت. حتى تركيا ترفض وتصر وتضغط على بعض المعارضين لكي لا يتجهوا إلى الحوار، لأن من لا يريد الحوار يريد العنف. أنا أعتذر أخي معالي الوزير، أريد أن أستخدم هذا المنبر للبناء. نحن نؤمن بالحل السياسي وندعو كل السوريين ونقول لهم كفى سفكا للدماء، تعالوا معا نتشارك في بناء مستقبل سوريا الديمقراطية التعددية، يتمتع المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية بالمساواة أمام القانون. من يريد أن يبني سوريا المستقبل فطاولة الحوار بالانتظار. حتى الذين حملوا السلاح لهم دور في بناء مستقبل سوريا، لأن العنف والقتل لا يصنع الإصلاح، يصنع الإصلاح بالحوار الوطني. وشكرا. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر صالحی وزیر مخارجه. یعنی ارحب بی از دکتر صالحی وزیر خارجه جمهوری الاسلامی ایرانیه و كذلك ارحب بی معالی السيد وليد المعلم وزیر الخارجيه السوري. السؤال الاول السيد الموسوي من قناه العالم، محمد حسين الموسوي كان شبكية العالم. سؤال من مؤتمر روما الذي عقد قبل أيام، كيف تقرؤون السياسة الأمريكية التي أكدت يوم أمس في اتصال بين القيادة الأمريكية والقيادة الروسية على دعمها لعملية انتقال سياسي في نفس الوقت الذي تشارك فيه في مؤتمر يتم دعم فيه، تدعم هي شخصيا الولايات المتحدة تدعم المجموعات المسلحة ب60 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي يدعم المجموعات المسلحة بأسلحة غير قاتلة أو معدات غير قاتلة؟ السؤال موجه للوزيرين، شكرا. يعني أقل وصف، يعني كم ترين مهذب أقول هذه ازدواجية المعايير. من يريد حلا سياسيا في سوريا على الأقل الدولة السورية جاهزة له. نحن منفتحون على الحل السياسي، لكن من يريد حلا سياسيا لا يعاقب الشعب السوري ويمول حفنة منه بمساعدات إنسانية غير قاتلة. هل هناك سلاح غير قاتل؟ يضحكون على من؟ نحن مع كل جهد مخلص إن كان من الولايات المتحدة أو غيرها يهدف فعلا وعملا إلى حل سياسي، ونعرف أن للولايات المتحدة أهمية ودور إذا أرادت تستطيع وقف العنف. هذا هو ما أقصده قولا وفعلا. الولايات المتحدة بإمكانها وقف سفك الدم السوري إذا أرادت حل سياسي. شكرا. حل سياسي تشكر. عندما أعتقد أنني أعتقد فيما يتعلق بهذا السؤال
اگر کسانی که در نشست روم جمع شده بودند اولئك الذين اجتمعوا في اجتماع روما لو كانوا ينفذ يدعمون مقترح السيد الخطيب القاضي للاجتماع مع الحكومة السورية لحسم القضية من خلال الحوار بين المعارضة والحكومة فلكان هذا الأمر يدعم كثيرا مطلب الشعب السوري وكانوا يصلون بكل سرعة يعني يوقفون بكل سرعة هذه المجازر وإراقة دماء الشعب السوري البريء أنني أعتقد كما قال أخي العزيز معالي السيد وليد المعلم بأن هنالك معايير مزدوجة يستخدموها بهذه الأعمال التي يقومون بها يعني يطولون من فترة الأزمة السورية فإطالة أمد هذه الأزمة تعني القتل الأكثر لإخوتنا وأخواتنا السوريين وبينما إذا كانت نواياهم صادقة وخالصة لكان من الضروري عقد ذلك الاجتماع الذي يطلقون عليه كما يطلقون يزعمون عليه أصدقاء سوريا أن يعني إقامة هذا العقد يعني هذا اللقاء نحو الحوار ولا نحو هدف آخر نحن على أمل وبعد سنتين نأمل بأن يتوصلوا إلى هذا الحقيقة بأن الحل السوري ليس هو الحل أعمال العنف وارتكاب المجازر الحل السوري هو وقف العنف والمباحثة مع الحكومة ومعالي الدكتور المعلم أعلن بكل صراحة وجاهزية استعداد الحكومة السورية فمن يحول دون هذا الحوار هو المسؤول عن إراقة دماء إخوتنا وأخواتنا السوريين هذا الاستعداد موجود لماذا يحضرون ذلك عندما اقترح السيد الخطيب هذا الأمر ونحن رحبنا به وروسيا أيضا رحبت به الكثير من الدول أيضا رحبت به بما فيها أمريكا وبريطانيا أيضا لماذا يعني انقلب الورق نحن نعلم بأن هذا الأمر ليس الأمر سريا لماذا دفعوه ليقوم بإعادة النظر باقتراحه الذي طرحه سابقا هل هذا هو لمصلحة الشعب السوري إذا تريدون في الحقيقة مصلحة الشعب السوري وفي الحقيقة إذا ما أردتم متعاطفين مع الشعب السوري أجبر المعارضة أن تجتمع مع الحكومة السورية أن توقف يعني العنف لماذا تحرضون المعارضة لمواصلة هذه يعني المجازر وأعمال العنف هذه السيد حسن حيدر من قناة المنار الشبكية المنار بارز سلام سؤالي وزير الحل السياسي في سوريا يبدأ عبر تجفيف منابع الدعم للمسلحين على الأرض وهناك مساعي حثيثة لدعم هؤلاء المسلحين كيف تتوقعون من دول أجنبية وخاصة الولايات المتحدة المتورطة بالدم السوري بأن تضغط على قطر وتركيا وخاصة أن المعلومات تشير مع ارتفاع لهجة الحوار هناك ارتفاع في تسليح المعارضين لتحسين وضعهم الميداني على الأرض إذا دخلوا في أي حوار مع الحكومة السورية يكون وضعهم الميداني أكبر كيف تنظرون إلى رفع مستوى التسليح ومن هم الذين سيضغطون على قطر وتركيا ودول عربية أخرى لوقف نزيف الدم السوري شكرا هذا سؤال هام إن السؤال أولا نحن نخاطب كل من يدعي أنه يريد حلا سياسيا في سوريا إذا كان مخلصا مهما كان دوره قويا أو ضعيفا في الضغط على هؤلاء يكون صادقا في حديثه نحن لا يوجد لدينا أوهام
الجيش العربي السوري يقوم بدوره الوطني في الدفاع عن المواطن السوري وممتلكاته وفق الدستور والقانون، وسنواصل هذا الدور في القضاء على الإرهاب. أنا عندما أقول يجب تجفيف مصادر الإرهاب، أنا ألتزم بقرارات مجلس الأمن التي تطالب بمكافحة الإرهاب، ليس فقط بمكافحته عمليا في الميدان، بل بتجفيف مصادره، بعدم إيوائه، بعدم تشجيعه حتى في التصريحات. فإذا كانوا صادقين، خاصة تلك الدول التي كانت ضحية للإرهاب، عليها أن تقوم بواجباتها ودورها في المجتمع الدولي. أما لا يوجد لدينا أوام، جيشنا وشعبنا صامد وسيدافع عن حقه في تطهير سوريا من الإرهاب. السلام عليكم. رضا البشا، قناة الميام. رضا البشا، السؤال موجه للوزيرين. هني سؤالين. السؤال الأول للدكتور علي أكبر صالحي، في ظل التحركات الدولية الحالية التي نشهدها على الساحة الدولية، موسكو، واشنطن، الدول الغربية، يتم الحديث حاليا عن مؤتمر جنيف 2. مؤتمر جنيف 2 يقولون بأن سيكون لإيران دور فاعل فيه من جهة، إضافة إلى توضيح النقطة الخلافية في مؤتمر جنيف الأول، وهي انتقال سلمي للسلطة في سوريا. يتم توضيح هذه النقطة. ما هو دور إيران فعلا في مؤتمر جنيف 2 إن تم عقده، وهل سيكون لإيران دور فاعل، وهل سيتم توضيح هذه النقطة؟ هذا السؤال الأول لمعالي وزير الخارجية الإيراني. أما الدكتور وليد المعلم، دكتور، الخطوط الحمراء السورية التي لا تقبل سوريا أن يتم التفاوض عليها، فعلا ما هي هذه الخطوط الحمراء في ظل أن الجميع الآن يتفاوض على الملف السوري والجميع يطرح خطوط حمراء خاصة به؟ إلى الآن لم نسمع الخطوط الحمراء السورية فعلا بعد سنتين من الأزمة. شكرا لك. بحران نشني دائم. تشكر مكونا. أنتم تعلمون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي البلد القوي الذي يلعب الدور الهام في منطقة الشرق الأوسط، هي الدولة التي تلعب هذه الأدوار، وأن كافة هاجس الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو استتباب السلام والأمن والهدوء في منطقة الشرق الأوسط، فإن جميع همها وهاجسها أن يعيش جميع شعوب الشرق الأوسط في ظل ظروف هادئة وسلمية. ومن هنا إذا ما تمكنت للعب لهذا الدور وتحقيق هذا الهدف، هذا الاستعداد متاح لنا بأن ندخل في الساحة. فيما يتعلق بالسؤال الأول، لم نحضر في جنيف 2 وكذلك لم نكن في اجتماع جنيف 2، ولكن هنالك اقتراح طرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للخروج من الأزمة السورية، تضمنت 6 بنود، وفي الحقيقة هذا الاقتراح كان قائما على المقترحات السابقة بما فيها المقترحات والاتفاقات التي حصلت في جنيف. ومن هنا وبأي خطوة وبأي إجراء نتخذه نحو حسم الأزمة السورية، نحن نساير هذه الأفكار. لذلك نحن دعمنا مشروع كوفي أنان ذات النقاط الستة، وكذلك الأنشطة الشاملة والصعبة للسيد الأخضر الإبراهيمي، أيضا ندعم أنشطته الشاملة الصعبة. ولذلك وفي نفس الوقت في الاجتماع الرباعي الذي تقدم به السيد مرسي الموقر، ونحن كعضو فاعل نتعاون على هذا الموضوع. ومن هنا
كل جماعة إذا ما أرادت أو جهة إذا ما أرادت أن تتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو حسم الأزمة السورية، نحن نعلن استعدادنا، نحن نرغب وكررنا كرارا أن نشهد وقف العنف والمجازر في أقرب فرصة ممكنة وقبل كل شيء، ونحن مستعدين أن ندعم مع الآخرين في هذا المضمار، أولئك الذين يكونوا على اتصال مع المعارضة بصورة قوية، أن نجتمع بمعالجة هذه المشكلة بصورة سلمية. أولا خطوط قرمزة ما هي؟ خطوط والقانون الدولي، لا نسمح لأحد بالمس بالسيادة الوطنية لسوريا، ولا نقبل إملاءات لأننا نتمسك باستقلال قرارنا السياسي. نرفض العنف كما نرفض التدخل الخارجي بشؤوننا. نحن نؤمن بأن شعبنا وحده هو صاحب القرار في تقرير مستقبله وفي تقرير قيادته عبر أبسط ممارسات الديمقراطية صندوق الاقتراع. لا نقبل أن نكون في أيدي المجتمع الدولي كقطعة شطرنج. الشعب السوري قادر على حل أزمته، ونحن نتطلع بتفاؤل إلى المستقبل لبناء سوريا الحديثة. آقای دکتر عزیز بفرمایید سوال آخر مطرح کنم. آقای بهرانی از شبکه بلادی عراق. البهرانی من قناه بلادی العراقیه. با عرض سلام دكتور وليد المعلم. جناب وليد المعلم، قبل ايام اعلنوا الامريكان انهم سيجعلون او سيجبرون الاراء الروسيه تتغير ازاء الموقف السوري، ازاء مواقفهم السوريه. بصفتكم كنتم ضيوفا على الروس قبل ايام، كيف تقيمون ذلك؟ السؤال الثاني لمعالي الوزير، كيف تقيمون آراء الجمهورية الإسلامية والمواقف الجمهورية الإسلامية إزاء شخص الرئيس بشار الأسد؟ هل أنتم تصرون على شراكته في الحكومة الجديدة أم كيف تقيمون ذلك إذا أمكن؟ أولا لدينا علاقات تاريخية عميقة مع جمهورية روسيا الاتحادية. ثانيا الموقف الروسي ثابت لأنه يستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأبرزها رفض التدخل الخارجي في شؤون الآخرين ورفض استخدام القوة لفرض أجندات سياسية، وأن الشعوب هي صاحبة مصيرها. ولذلك أطمئنكم بأن الموقف الروسي ثابت، والأصدقاء الروس كما الأشقاء في إيران يبذلون جهودا على الساحة الدولية مشكورة للتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار الوطني للأزمة السورية.
میدونید سوریه مثل هر کشور دیگری كبلد كأي بلد آخر يتميز برئيس قانوني مشروع أتى من خلال الانتخابات وأصبح رئيسا للجمهورية وهم وهذا هو الشعب السوري الذي يختار رئيسه بنفسه كبلد آخر يأتي رئيسه عبر الانتخابات لاختياره واختيار حكومته حتى الانتخابات القادمة فخامة السيد الرئيس بشار الأسد سيكون بشار الأسد رئيسا قانونيا الانتخابات القادمة السوريين هم يقررون إلى من يصوتون ويجب أن يتمتعون بهذه الحرية لكي يختاروا رئيسهم عبر القانون و وسيشاركون في الانتخابات المستقبلية حتى تلك الفترة فخامة السيد بشار الأسد سيبقى رئيسا للجمهورية الإسلامية السورية وهذا هو الرأي الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي الانتخابات القادمة سيشارك السيد بشار الأسد والآخرين الذين يرشحون وسيصبح من يختاره الشعب رئيسا شكرا لوزيري الخارجية ونعلن هنا إزالة الجزمة